السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده ده فيديو جديد. فيديو هيكون عباره عن اكتر من حاجه كده مع بعض، وبقالي كتير ما عملتش فيديوز بتاعه التريلر رياكشنز بسبب ان انا بقالي فتره يعني مشغول بشكل كبير جدا في شغلي الخاص، وان انا وخصوصا يعني دي فتره اخر السنه وبنقفل السنه والكلام ده، فالواحد مطلوب منه ان هو يبذل مجهود اكتر، خصوصا ان السنه دي زي ما انتم عارفين انها سنة ما كانتش لطيفة تماما على الكل. فأعتقد أن تدريجيا لحد مثلا بداية شهر ديسمبر الفيديوز هتكتر شوية، لأن الضغط على الواحد هيقل، بالإضافة أن أنا هرجع لشقتي القديمة. يعني أنا شغلي بقى كله أونلاين، فعادي في الشقة اللي أنا فيها في الوقت الحالي ده يعني خلاص ما عادش لي لازمة. فأنا قلت بقى يعني نستغل الفرصة أن أنا فاضي ورايق كده أشوف يعني أن أنا أعمل الفيديو ده، أن أنا أكلمكم فيه عن رأيي بالنسبة للجيم بلاي اللي اتعرض من نسخة الكونسولز على الإكس بوكس وان اكس والسيريس اكس من لعبة سايبر بانك 2077. ومع بال ما يقدموا الستريم اللي هو الحلقة الخامسة نعمل لها رياكشن، ولو فيها حاجة مفيدة نتكلم عنها ونناقشها. فبالنسبة للجيم بلاي اللي تعرض من اللعبة، احنا في الفترة اللي فاتت لما شفنا التأجيل اللي حصل للعبة لمدة 3 اسابيع، قالوا ان هم عاوزين الفترة دي عشان يقدروا ان هم يضمنوا جودة الاداء على اجهزة الكونسولز واجهزة الكونسولز بتاعت الجيل الحالي بالتحديد قبل ما اللعبة تنزل. واللي متابعني كويس وشاف تعليقاتي على موضوع نسخ الكونسولز حتى من قبل التأجيل، انا كنت بقول دايما يا جماعة يعني محدش يضيع تجربته للعبة دي على اجهزة الجيل الحالي، حتى لو من ناحية الاداء، حتى ذا ويتشر 3 على الكونسولز في الوقت الحالي لحد النهاردة على بلاي ستيشن 4 وعلى الاكس بوكس 1 ادائها مش قد كده، وفيها بعض التضحيات في الفيجوال فيداليتي او في التفاصيل بتاعت البيئة من حواليك، والتحكم يعني حتى في اللعبة ممكن يكون في بعض مشاكل، في بعض الانبوت ديلي اللي بيخلي اللعبة ممكن تكون تقيلة شوية. حاجة زي كده خلتني ان انا قلت اكيد ممكن تحصل في سايبر بانك بسبب ان هم بيستخدموا محرك ممكن يكون تقيل جدا تقنيا، كونسولز ممكن ما تكونش مستحملة بالقدر الكافي، وبيحتاج ان هو يتعمل له اوبتمايزيشن بشكل كبير جدا، والاوبتمايزيشن ده معناه انك انت بتقلل جودة كذا حاجة موجودة في اللعبة. فعشان كده انا كنت دايما بقول يا اما اللعبة دي تتلعب على بي سي يا اما الناس تستناها على اجهزة الجيل الجديد، واعتقد ان في ناس كتير جدا هتعمل حاجة زي كده. بس برضو انا من ناحية البيزنس انا شايف ومتفهم ليه هم عاوزين ان اللعبة تنزل على اجهزة الجيل الحالي. اجهزة الجيل الحالي بايعة اكتر من تقريبا من يعني بلاي ستيشن لوحده اكتر من 100 مليون نسخة او 100 مليون جهاز، فانت اكبر قاعدة هتشتري النسخة بتاعت الكونسولز هي القاعدة بتاعت الجيل القديم، الناس اللي هم لسه معاهم بلاي ستيشن 4، لسه معاهم الاكس بوكس 1، ومن الممكن ان هم بقى لو يشتروا اجهزة جيل جديد النسخة بتاعت الجيل القديم دي تعمل لها ابجريد مجاني لنسخة الجيل الجديد. فانا من ناحية البيزنس انا فاهم هم ليه مهتمين وبشدة، وخصوصا بحتة الفيرست امبريشن، لان كل الكلام ده هيكون جاي من اجهزة الجيل الحالي او الجيل القديم بقى، يعني الواحد بيحاول ان هو يعود نفسه وهو بيتكلم عن الموضوع ده. فانا كنت الحقيقة مع وسط كل ده برضو كنت متوقع الاسوأ، انا كنت متوقع الاسوأ برضو ان اللعبة شكلها مش هيكون حلو، الاداء بتاع اللعبة مش حلو. ولكن على رغم ان انا عندي تعليقات وخصوصا على نسخة الاكس بوكس 1 اكس، يعني دي الوان اكس خلي بالكم كمان، يعني احنا لسه ما شفناش الوان اس هيكون عامل ازاي، اللي هو ممكن يكون اضعف كونسول في الكونسول ساعة الجيل اللي فات. انا ممكن اقول ان اللي انا شفته ده كان ممكن يكون افضل بكتير من اللي انا كنت متوقعه. في بعض المشاكل من ناحية الاداء، الفريم ريت وقع في كذا حتة، التفاصيل على مدى بصرك وانت ماشي بالعربية بتقعد تتكون قدامك، واضح ان هم عاملين نظام انك انت التفاصيل كل ما عينك تبعد عنها او تطلع بره الكادر بتقل التفاصيل نفسها، ولكن حاجة زي كده برضو بتبان على حواف الكادر ذات نفسه، وانا احاول في الايديتنج ان انا اوريكم انا قصدي ايه. ففي محدوديات كتيرة جدا متوقعة من اجهزة كونسولز من سنة 2013، وحتى النسخ المحسنة منها ما فيهاش المعالجات القوية برضو، لكن لقيت اللي قدامي ده ممكن يكون لحد ما مقبول. نسخة السيريس اكس لحد دلوقتي ما فيهاش التحديث بتاع الجيل الجديد،
نسخه السيريس اكس من المنظر في تحسينات طبعا، الليفل اوف ديتيلز الموجوده على مدى بصرك بتكون احسن، الانعكاسات افضل بكتير خصوصا في المنطقه بتاعت السوق اللي هم كانوا عارضينها دي، في تفاصيل افضل وكل حاجه، بس دي برضو ممكن نقول مش بنفس مستوى العروض اللي احنا بنشوفها بشكل اساسي اللي هي كلها من نسخه البي سي وفيها ري تريسنج والكلام ده. فنسخه السيريس اكس والبلاي ستيشن 5 لسه هيكون ليها الابديت اللي يضيف تحديثات اكبر زي الري تريسنج في خلال السنه اللي جايه، الله اعلم امتى، بس لابد ان هم طبعا ينزلوا حاجه زي كده بدري في اول السنه مثلا. فاللي انا شفته زي ما قلت لكم هو كان مقبول، كان كويس، بس ما فيهوش اللمعه، ما فيهوش التفاصيل، ما فيهوش حاجات كتيره اللي كانت موجوده في العروض بتاعه نسخه البي سي. لكن ابديت الجيل الجديد اعتقد ان هو هيضيف يعني بنسبة ممكن تكون قريبة وكبيرة كمان من نسخة البي سي اللي احنا كنا بنشوفه من التفاصيل اللي ممكن كانت موجودة في العروض الأساسية. قبل ما الستريم يبتدي في حاجة بس كنت عاوز اقولها لكم، ان الستريم ده هيتكلموا فيه عن حاجات ممكن تكون ليها علاقة بالقصة، ليها علاقة بشخصية مهمة زي جوني سيلفرهاند. فلو انا شخصيا انا واحد قريت اللور بشكل كبير جدا بتاع اللعبه دي من اللعبه الاصليه، اللعبه الورقيه الاصليه اللي هم بنين عليها او اللي بيكملوا الاحداث من بعدها، فانا لو حسيت ان ممكن يكون الكلام اللي هم هيتكلموا عنه ده يستحسن ان لو اي حد يلعب اللعبه ويشوفه ويتفاجئ بيه لو دخلوا في مواضيع معينه من اللي في دماغي، انا هسيب لكم تحت كده في الايديتنج وانا بمنتج الفيديو هكتب لكم كده تحتيه في الثانيه دي ما تتفرجوش على باقي، لا ما تتفرجوش على باقي فيديو لو انتوا عاوزين يعني تخشوا اللعبه فريش. لو الموضوع مش فارق معاكم قوي، واكيد يعني هم مش هيحرقوا تفاصيل كبيره في القصه، لو الموضوع مش فارق معاكم كملوا الفيديو. عموما انا لو الاستريم ده قطع معايا تقطيعه واحده بس انا اقفله وهروح اتفرج على الفيديو على اليوتيوب لما يترفع بشكل كامل، لان انا ما عنديش استعداد انا اتفرج على الاستريم بالقطاره، لان انا مش عارف ليه تويتش بيعمل معايا كده. تويتش سرعة الانترنت عندي 70 ميجا، تصرفاته غريبة الصراحة يعني. Hello and welcome to Night City Wire episode 5. The show from us at CD Projekt Red where we talk about all things Cyberpunk 2077. Now we're going to start today's episode with a new trailer that will take a closer look at Johnny Silverhand. Before we go behind the scenes with Keanu Reeves, adaptation director Boris, who will tell us exactly what it was like to work with him. Then we'll be exploring the original score and talking about some of the radio stations you might listen to while driving around Night City. Before we take a look at the Jolly technology, which is powering facial animation in Cyberpunk, and unveil a new My Reward scheme, which anyone can take part in, no matter which platform you'll be playing Cyberpunk on. We'll then wrap up today's episode with a brand new gameplay trailer. RPG elements عرضوه، اهم حاجه عندي عرض الار بي جي اليمنتس اكتر الحقيقه، ده مهم جدا عندي. انا كنت شايف فيه زي حاجه كده عامله زي بتاع دي اس اكس لما بتقعد تغير البودي بارتس والكلام ده، ده اهم عندي من اي حاجه يعني. التريلرز اللي فاتت كانت كويسه بس انا كنت حاسس ان هما مش بيتكلموا عن جوهر اللعبه. Gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way. You weren't dreaming, B. Those were memories. You two are connected in a way. كيري إيدوان اللي هو كان في الفرقة معاه. Being who, Vic? Silverhand. Johnny Silverhand. Real talk of the town back in my day. He died like forever ago. You need to say there's an actual terrorist in my head, right now. He burned down half the city just to prove he was right. And burn the other half just for the الكلام ده لو الكلام ده لو ذكريات في دماغه، يعني احنا بنشوف ذكريات قديمة، احنا هنشوف احداث 2020 جوه 2077. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. Hear me, asshole? A bullet to the fucking brain. Get out! Just get the fuck out! Tell me how to get rid of it.
احس ما اسمع ستاتيك اكس. انا حاسس ان هم هيعرضوا احداث 2020 في اللعبه، ولو عملوها هتبقى حلوه جدا. احداث 2020 انا كنت نفسي اصلا ان هم يفكروا فيها ك اكسبانشن باك للعبه، اللي هو برين دانس مثلا بيرجعك حاجه و50 سنه لورا. في لقطات انا متاكد انها من 2020. You could say it's breathtaking. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. I've had the opportunity to do voiceover a few times. I'd worked on a cartoon. I had done some documentaries. I'd never done this much. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. And I've processed some shit. Changed my mind. Don't want you dead anymore. You know, and got to play a character in so many kind of different ways because of different paths or threads or choices. So you almost get to play one moment, say you have a decision. Would you take a bullet for it? With three different behavioral attitudes. So that was fun. He's Johnny's either a dick, for me? Or he's happy, or he's trying to convince. Know why? Because you've always been a fucking pussy, Carrie. So it's been fun, and that was kind of what I was interested in. You know, the different options that the game could play. Carrie, هنشوفه المفروض في اللعبة لما كبر في السن بعد حاجة 50 سنة. Capture baby, Johnny Silverhand. So one of the first elements that I was involved in with the game was motion capture. I've done a fair bit of motion capture. I did it with in the Matrix films. So to start doing the motion capture for Johnny, it was all very familiar to me. So you get to see Johnny as the rock star. You know, you hear about his military past, you know, and he's fighting for his survival. Oh, another 2020 go ahead. These things leading into the moment of this guy. How do you want to play the character? If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. You can go into action, you can go into mystery, you can problem solve in different ways. And where you go in this world, there's so much detail. The flashbacks. So many different things that you can go off into. أي حاجة من point of view بتاعته دي أكيد flashbacks. There's a real drama to the game and emotional stakes to it. I take the driver, you get his side. Drug. ادم سماشر. هو لا انا خلاص انا اتاكدت من دلوقتي ان هم هيعرضوا احداث 2020 في اللعبه. هم هيعرضوا احداث 2020 في اللعبه. هيعرضوا تريلر للمزيكا. اللي انا عرفته ان هم جايبين فرق ومخلينهم بيلعبوا دور فرق موجوده في عالم اللعبه. يعني رانز جولز على سبيل المثال مخلينهم فرقه في عالم اللعبه اسمها يانكي اند ذا بريف. دول الملحنين بتوع اللعبه، دول الساوند تراك الاساسي. كمان عن السكور مش التراك ليست. So one of the main ideas was to take the cyberpunk genre out of the 80s and give it a 90s flair. We took elements from rave, IDM, industrial and make them fit our narrative purposes. We've decided that close to 100% of our music would be purely electronic. That's why we tried to stick to analog synths as much as possible. So it's got a warmth to it. I'm super proud of the شغل كله انالوج together for this project. Synthesizers كلها انالوج. Okay. My own personal aesthetic matching the aesthetic of the game. When I read the brief I was like, oh this is going to be great. I can be myself. I can make music and it come from an honest place. I love the fact that the music in this game is so dirty. اللي كانت شغاله super dirty, super heavy. هي اللي كانت عملت ال هي شغاله دايما على التشيلو في ال شو بتاع هانز زيمر كله.
ده اللي بيشتغل مع ترينت ريزنر. اعتقد ان هو ده الدرامر اللي بيشتغل مع ترينت ريزنر. It's all about making you feel like a perfect killing machine because that's what you are basically. Well, I can do that all day long. You'll just have to tell me what you like and what you don't like. يعني كواحد يعني بيهتم بجانب الساوند تراكس part of the city you're in. We basically scored every quest pretty much with custom assets created specifically for that quest. We ended up having over 7.5 hours of music in Cyberpunk. Working on Cyberpunk has just been insane. I can seriously say that I've never worked with such a bunch of mad people in my life, and mad brilliant. Check that bashao. The gear that we use comes out of boutique shops, or they have vintage synthesizers like this Polyvox. I really hope all this effort put into creating this score pays off with الملحن الثالث اللي معاهم اللي هو كان اشتغل على الساوند تراك بتاع فيلم دريد اللي هو بتاع كارل أوربن. انا حسيت بلمحه كده من الساوند تراك بتاع دريد في اخر حته عرضوها دي. Stand here. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. And now, okay. A shout out to all the lowlifes over at the Atlantis. Ladies and gents, here's that all-time classic in Night City. Runs the Jewels. Soundtrack is one of the key elements we use in the world. We've invited artists from around the world, incredible talents, incredible musicians, to write and produce songs just for us for this project. The soundtrack for Cyberpunk is insane. So the soundtrack being all the songs that they've got going on, whether it's on the radio or on the background, all these just amazing bands. We've got over 150 custom genre bending tracks, all waiting for you to discover them by yourselves. You know, the reason I want to be a part of Cyberpunk is... Nice. For those of you who can't wait to hear more from our audiences, we're going to be releasing a special 6-track Cyberpunk 2077 EP featuring tracks from the game's original score onto streaming services for you to enjoy for free, and they'll be live at the end of this episode. هنزلوا ست تراكات من السكور الأصلي بتاع اللعبة. If you're planning on live streaming Cyberpunk, or if you just want to make videos, النقطة دي مهمة. We want to introduce you to a new mode that will allow you to disable certain copyrighted tracks. We know that for content creators, licensed music can sometimes be problematic. So with this new mode, you'll be able to disable a small number of selected tracks which could cause some issues, replacing them with a different song, helping to avoid any problems. Place. If you're going to be live streaming from console, this will start automatically, but you can toggle it on and off in the options as needed. هيعملوا ان لو اي حد هيستريم اللعبه الاغاني اللي هتتسبب في مشاكل هيبدلوها باغاني ثانيه، فده كويس قوي يعني، لان الموضوع ده عمل مشاكل كثيره جدا على تويتش في الفتره اللي فاتت. الحمد لله ان الواحد مش بيستريم، عشان الواحد بيشوف مشاكل اصلا من الريفيوز او من فيديوز عاديه. بالكم ستريمينج بقى. This episode of Night City Wire finishes, so you can في بريفيوز جديده. So now let's wrap up this episode. اوكي، في بريفيوز بعد شويه. Gameplay trailer. هيبقى يوم مشغول قوي. They got a lock on us. Engine's been hit. Get us out of here. I'm losing control. At CD Projekt Red, we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our games bigger, more complex, deeply engaging. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like a city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The Kiri Lolitan. My journey set of a hand for up top. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds.
As you roam the city streets, you gain the experience you need to upgrade skill 3D. Acquire perks. Combine the right skills and gear. إذا هو من الزين. Gunslinger with inhuman reflexes. أنت لك هتفرج على الكلام ده بعد تاني على يوتيوب. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Or practically anyone in between. Shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. طيب هو موضوع جيني سيلفر هاند بالنسبة لهم حتى دي أكدت إن في 2020 جوه اللعبة. And determine how events unfold. V, you gotta take them down. That's why we're here. But not everything in Night City is a matter of life and death. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. اعتقد يعني دي مفروض انها كده تكون الحلقه الاخيره بالنسبه لهم من نايت سيتي واير. يعني هيعرضوا ايه تاني؟ بس انا اروح اتفرج تاني على التريلر اللي اتعرض ده عشان انا اركز على حاجات اللي هي علاقه بالار بي جي. ار بي جي اليمنتس السكيل تري اتغيرت تماما، ده عكس اللي احنا شفناه. هم قالوا اصلا ان يعني كان واحد من المطورين لمح ان واحده من اسباب التاجيل اللي حصلت من ابريل لسبتمبر ان هم كانوا عاوزين اصلا يعملوا اوفر رولينج لحاجات ليها علاقه بالار بي جي اليمنتس. هم كانوا شايفين ان في حاجات كتيره تعتبر حشو خصوصا في السكيل تري بتاعت التاكي، فقالوا احنا نخلي الموضوع اللي هو فلويد اكتر، انك انت مش ملزم انك انت تكون ليك ارك تايب محدد. وبعد كده هنشيل حاجات مثلا من التاكي لانها موجوده اصلا في النت رانر، ممكن الاثنين يقوموا بنفس الوظيفه. طب ايه لازمه ان احنا نقعد نحشي ونحط حاجات ممكن ما تكونش ليها لازمه؟ فانا يعني ملاحظ ان هم غيروا بشكل كبير جدا في السكيل تريز والطريقه اللي انت بتقعد تختار بيها الستاتس بتاعتك. نشوف بقى بريفيوز اللي تتقدم بعد شويه للعبه ونشوف نظامها ايه، لعل وعسى يكون فيها معلومات جديده. بس مستني رايكم بالنسبه للتعرض ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.